السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كما تلاحظون اليوم إن شاء الله سوف نحاول إصلاح هذا الهوفربورد. إذن أصدقائي، مشكل هذا الهوفربورد مشكل بطارية، يعني البطارية ميتة، وصاحب هذا الهوفربورد لا يوجد لديه الشاحن لهذا الهوفربورد. إذا نحن في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بإصلاح البطارية لهذا الهوفربورد، يعني نقوم بشحنها وقياس الجهد والأمبير وكل شيء. بما أن الشاحن لهذا الهوفربورد غير متوفر في الأسواق، لاحظوا بطارية لهذا الهوفربورد أصدقائي ليس 36 فولت. إذا 36 فولت هي يعني المتواجدة بكثرة، ولكن بطارية لهذا الهوفربورد 29.4. فهذا الشاحن لهذا الهوفربورد يعني مفقود، يعني غير متوفر. إذا أصدقائي ماذا سوف نفعل في هذه الحالة؟ سوف نقوم بتحويل بطارية هذا الهوفربورد من 29 فولت إلى 36 فولت لكي نقوم بشحن هذا الهوفربورد بالشاحن المتوفر. يعني الشاحن المتوفر في الأسواق هو 36 فولت، ونحن سوف نزيد من جهد البطارية، جهد البطارية فهو 29، ونحن سوف نقوم بزيادة الفولت إلى 36، وسوف يشتغل إن شاء الله بالتجربة، سوف يشتغل بدون أي مشاكل. إذن أصدقائي تابعوا معي. إذن أصدقائي كما تلاحظون هذه البطارية للهوفربورد. إذن لاحظوا هنا كم من بطارية، 1 2 3 4 5 6 7 في 2، يعني 14 بطارية، ونحن سوف نزيد نجعل هذه البطارية بها 20 خلايا كما تلاحظون. إذا هنا 14 تعطينا 29.4، ونحن سوف نقوم بزيادة الخلايا لحد أقصى هو 20 خلايا. إذا أصدقائي سوف نزيد 6 بطاريات مثل هذا، مفهوم أصدقائي؟ 6 بطاريات، وسوف نقوم بإزالة هذه الأسلاك، ونقوم بإزالة هذه البيمس، دائرة الشحن والتفريغ، لأن هذه البيمس فهي خاصة ب 14 بطارية فقط. نحن سوف نقوم بإزالة هذا البيمس ونعمل بيمس آخر لكي نقوم بشحن البطاريات كلها. إذا تابعوا معي أصدقائي. إذا أصدقائي مع الأسف هذه البطارية أصبحت غير صالحة للاستعمال. الأمبير لهذه البطارية فهو ضعيف جدا، وعندما نقوم بشحنها تفرغ بسرعة، وهذا دليل على أن البطاريات أو الخلايا غير صالحة للاستعمال. إذا أصدقائي في هذه الحالة سوف نقوم بتعديل بطارية من جديد. إذا تابعوا أصدقائي معي. إذا أصدقائي كما تلاحظون هذه البطارية التي قمت بتعديل عليها، قمت بتعديل بطارية أخرى. إذا كما تلاحظون هذه الخلايا، وهذا هو البيميس أصدقائي، البيميس 36، هذا البيميس 36 فهو متوفر. هناك أنواع بيميس كثيرة، كما تلاحظون هذا هو البيميس 29، وهذا 24، ونحن قمنا بتعديل بطارية أخرى 36 فولت. كما قلت لكم بطارية 36 فولت تكون بها 20 بطارية.
إذن كما تلاحظون أصدقائي، هذا هو تعديل البطارية. وقمت بتثبيت الأسلاك، كل سلك قمت بإيصاله إلى البطارية المناسبة. وكما تلاحظون أصدقائي، الآن قمت بإيصال الشاحن بالبطارية كما تلاحظون، والآن ننتظر حتى يكتمل الشحن. إذن الآن البطارية فهي تشحن. كما هو معروف، عندما يكون الشاحن يعني مشتغل باللون الأحمر، البطارية في هذه الحالة تأخذ شحن، وعندما يشتغل باللون الأخضر يكتمل الشحن. إذا ننتظر أصدقائي حتى تشحن البطارية قليلا، لأن الخلايا بها 3.5 3.6 فولت. إذا ننتظر حتى تصل 4.2 فولت، ونقوم بتجريب البطارية في الهوفربورد. إذا أصدقائي كما تلاحظون، البطارية بها 35 فولت كما تلاحظون. إذا سوف نقوم بالتجريب، لكي لا أطيل عليكم سوف نقوم بالتجريب. إذا تابعوا. إذا بسم الله. سوف نقوم بالضغط على الزر التشغيل. إذا لاحظوا الآن الهوفربورد شغال. إذا سوف أحاول تشغيله. بسم الله. إذا لاحظوا أصدقائي، الهوفربورد فهو شغال. إذا جيد أصدقائي. الآن سوف أقوم بتوقيفه. إذا أصدقائي سوف أستعمل الغطاء الأصلي الذي كان في البطارية الأولى، وهذا هو الغطاء كما تلاحظون. سوف أترك هذا البيميس خارجا في هذا المكان على هذا الشكل كما تلاحظون. إذا أصدقائي، أتمنى هذا الفيديو أن ينال إعجابكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.